بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله نستكمل شرح Chapter 1 اللي هو Introduction to CNC Machine، وبنتكلم النهاردة على Zero Point of CNC Machines. I have got four zero points. فلو جينا نتكلم على الـ M اللي هي إيه الـ Machine Zero Point، وعندي الـ W اللي هي إيه Workpiece Zero Point، عندي الـ R اللي هي إيه Reference Point، والاي اللي هي التول ريفرنس بوينت. عايز اعرفهم واميزهم من بعض ازاي؟ فبيقول لي ان المشين زيرو بوينت بنرمز لها بدائرتين زي ما احنا شايفين اهي، ادي دائرتان متحدتان في المركز. السكند كوارتر بتاع الدائره الداخليه بيبقى مظلل، يبقى دي على طول اعرف ان هي المشين زيرو بوينت. وبعدين عندي تاني حاجه بنتكلم على الورك بيس زيرو بوينت، يبقى المشين زيرو بوينت والورك بيس زيرو بوينت بيبقوا دائرتين متحدتين في المركز. الورك بيس زيرو بوينت بيبقى عندي الفورث كوارتر بتاع الدائره الداخليه بيبقى مظلل زي ما احنا شايفينه قدامنا كده اهو، ده السكند كوارتر، وده هنا هو في الورك بيس زيرو بوينت بيبقى ايه الفورث كوارتر مظلل اللي انا علمت عليه دلوقتي. بعد كده بنلاقي الريفرنس بوينت، هشرح كل واحده بالتفصيل ان شاء الله في السلايدز اللي جايه. الريفرنس بوينت بتبقى دائره الفيرست كوارتر والثيرد كوارتر بيبقوا ايه الاثنين مظللين، يبقى ده رقم واحد وده رقم ثلاثة وده الثيرد كوارتر. عندي التو ريفرنس بوينت بيبقى عبارة عن دائرة واحدة بيبقى فيها السكند كوارتر بيبقى ايه مظلل. نشوف بعد كده على كل ماشين. عندي بتكلم على زيرو بوينت اوف سي ان سي ليث ماشين. شوف كده انا عندي هجد ان الار اهي دي reference point، ودي بنعرفها بقى هنا بقى ايه بقى دي اول ما اشوف اهو الفيرست كوارتر والثيرد كوارتر، يبقى عارف ان دي ان ايه reference point of the machine. وبقول عندي كده اقدر اقول ان دي ان اللي هي الماكسيمم ترافل اوف ذا ماشين، دي اكبر مسافه تقدر تتحرك فيها الماشين او ابعد مسافه ممكن تتحرك فيها الماشين. بعد كده الاي اللي هي بنقول عليها ايه التول reference point، يبقى دي نقطة الأورجن بتاعة التول. وبعدين باجي بعد كده بلاقي إيه الـ W اللي هي إيه الـ Workpiece، أو بيسموها الـ Work Part Zero Point. وبعدين عندي الـ M اللي هي إيه الـ Machine Zero Point، ده بالنسبة للليث ماشين. نيجي بعد كده نشوف الـ Zero Point of CNC Milling Machine. بيقول لي انا عندي برضو لو بصيت على الرسم اللي قدامي هجد ان عندي ادي المشين زيرو بوينت، يبقى المشين زيرو بوينت هتبقى نقطه موجوده على التيبل او على البيد اللي هي بتاعه المشين دي، بنسب اليها كل الابعاد اللي انا هشتغل عليها، او من الممكن ان هي تكون ايه انسب الابعاد بتاعتي الى الورك بارت او الورك بيس زيرو بوينت، ودي الماكسيمم ترافل اللي هي ايه الار اللي احنا قلنا عليها اللي هي ايه الريفرنس بوينت. يقول لي هنا الستورد زيرو شيفت ده بيبقى مخزن عندي من جي، احنا عرفنا بقى دي الورد ادرس فورمات جي 54 الى جي 59. طيب انا دلوقتي مش عايز اشتغل على الام اللي هي المشين زيرو بوينت، او عايز اعمل شيفت ليها، اعمل الشيفت ده ازاي؟ قال لي من الممكن ان انت بعد ما وصلت للهوم بوزيشن للماشين تقدر تقول اللي هو مناسب له كل الابعاد اللي قدامنا دي، ادخل واعمل ايه على الجي 90، اعمل بروجرامد زيرو شيفت بالايه بالجي 90. اوكي، طيب يبقى بعد كده بنيجي بنقول الكلام ده اهو، ادي ايه الار اللي هي الريفرنس بوينت، هم نفسهم بتوع اللي انا عرضتهم لك في السلايد البريفيوس سلايدز اللي هم ايه الار والام والدبليو اللي هم عباره عن الريفرنس بوينت اللي هي الماكسيمم ترافل اوف ماشين، والام اللي هي المشين زيرو بوينت اللي بيبقى عندها ايه اكس زيرو واي زيرو زد زيرو اوف ماشين كوردينيت سيستم. يبقى دي بتعتبر هي ايه نقطه زي ما قلت لك نقطه البدايه بتاعت المشين اللي هي اكس بزيرو واي بزيرو وزد بزيرو. طيب بيجي لل W اللي هي ايه عباره عن ايه البارت زيرو بوينت، في بعض الاحيان انا سميتها ورك بيس وبعرفك ان هي ممكن تسمى كده او كده، او بتسمى البارت زيرو بوينت يوجوالي بوزيشن اون ذا بارت ويتش اول absolute coordinates referenced to. بيقول لي under G
يعني جي 54 لحد 50 جي 59 the actual machine coordinates of the bar 0 are stored in the stored 0 offset memory and activate in the part program. طيب ده كده ايه اللي هو ال actual machine coordinate part 0. طب انا عايز اغير زي ما قلت لك يبقى under جي 92 the actual machine coordinate are inserted and used on the G92 line of the part program اللي هغير بيها واقدر اصل اني انا اشوف ما هي اقرب نقطه. طب انا يعني انا هنا مش هشتغل عند النقطه دي مثلا عند الام اللي هنا دي انا عايز ولا عند الورك بارت اللي هنا. فعايز اقرب نقطه اشتغل فيها اللي تحقق لي اقل وقت ممكن ان انا ابدا بعمليه ايه التشغيل وخلص بعمليه التشغيل على هذا البارت. فاعمل ايه؟ قال لي يبقى والله في طرق هنعملها ان شاء الله وهقول لك عليها باذن الله في الشرائح القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.